طب ماذا يريد الشيطان منك؟ كل طريق انت ماشي فيه يقف لك يقف لك يقف لك، عايز ايه منك بالضبط؟ الشيطان لا يريد منك الا شيئا واحدا فقط، وهو لا يفقط في الحقيقة يعني، لأنه هو كل شيء، وبه يوزن المرء عند الله يوم القيامة لا غيره. الشيطان يريد أنفس مضغة فيك، ألا وهي قلبك، يريد قلبك لا يريد شيئا آخر. وهذا القلب هو الذي يوزن المرء به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يؤتى بالعبد السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي الحديث الصحيح أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان نحيفا، وقد ورد في بعض الأخبار أن الريح إذا قامت كانت تكفأه، كان يقع على وشه بسبب ضعفه، تمام. وقد صح عنه أنه ما كان يصوم كثيرا صيام التطوع، وإنما فسئل عن ذلك فقال: لا أقدر على الصيام والصلاة أحب إلي، أي أنه لو صام يضعف عن الصلاة، فالصلاة أحب إليه من الصيام، فكان قلما يصوم رضي الله عنه. صعد ابن مسعود على شجرة ليأتي بقبرة عصفورة فوق كده، فضحك الصحابة فقال لهم صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله نضحك من دقة ساقيه، يعني الساق بتاعه قد زي صباعي كده، من دقة ساقيه. فقال: والله لهما أثقل في الميزان من أحد. عبد يؤتى بالعبد يوضع على الميزان، إنما يوزن بقلبه، أنفس شيء فيك. ومع ذلك فعمليا هو أهون شيء عندك. سبحان الله، ما رأيت رجلا يعامل هذه الجوهرة كمعاملة الخدم. كثير منا يعامل قلبه معاملة الخدم، بل أدنى من الخدم. ألم يمرض أحدنا يوما فيقطع الكرة الأرضية بحثا عن الشفاء؟ فعلا كثيرون من الناس يستدينون حتى يذهبوا إلى آخر مكان في الدنيا طلبا للشفاء، شفاء البدن، عنده مغص، عنده أي حاجة. طيب، ألم يمر بك قسوة قلب وبإمكانك أن ترفع سماعة الهاتف إلى عالم ليجلو قسوة قلبك فلم تفعل؟ كم يكلفك هاتف التليفون، انك ترفع الهاتف؟ كم يكلفك ان تذهب الى بلد ما لتلقى عالما ليجلو قسوة قلبك؟ من اكترث لهذا وانزعج لقسوة قلبه انه يسمع القرآن مرارا فلا يبكي فلا يتأثر، يسمع الموعظة فلا يتأثر؟ كلنا هذا الرجل تقريبا. ممكن سن يقطع تذكرة ويركب طيارة ويروح لبلد ويسكن في فندق عشان يلقى عالما من العلماء ليعالج قسوة قلبه. كم من الناس يفعلها؟ مش قلت لك نحن نعامل قلوبنا معاملة الخدم، وأنت إنما توزن يوم القيامة بقلبك. وقد نص على هذا ربنا تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: إلا من أتى الله بقلب سليم. طب كيف تضمن سلامة قلبك وعدوك لا يترك سلاحه أبدا
وأقسم ورفع عقيرته أمام ربه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طب حد فينا مخلص بفتح اللام؟ مفيش مخلص إلا الأنبياء، تمام؟ إلا الأنبياء. إنما إحنا الدرجة الثانية مخلص بكسر اللام. طب إيه الفرق بينهم؟ المخلص من أخلصه الله لنفسه. اللي ربنا يخلصه لنفسه الشيطان ما عرفش يقرب له، لأن الله عز وجل هو الذي اختاره، فما يعرفش يروح له خالص.